فمن أول أحكام وآداب العيد أننا نفرح بالعيد ونظهر السرور. العيد لإظهار الفرح والسرور وليس لتجديد الهموم والأحزان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم. أخرجه البخاري في كتاب العيدين. قال ابن حجر: فيه تعليل الأمر بتركهما، أي يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وقال أنس رضي الله تعالى عنه كما جاء عند أبي داود وصححه الألباني وغيره، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما، يوم الإضحى ويوم الفطر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاد الحسن عند البيهقي قال: أما يوم الفطر فصلاة وصدقة، يعني الطعام، وأما يوم الإضحى فصلاة ونسك. في الحديث حديث أنس: يومان يلعبون فيهم، هذا يدل على ماذا؟ على إظهار السرور في العيدين، وهذا مندوب له وليس كالجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة أهل الجاهلية. قال ابن عابدين: سمي العيد بهذا الاسم لأن الله تعالى فيه عوائد الإحسان، لأن لله فيه تعالى عوائد الإحسان، أي أنواع الإحسان العائدة على عباده، ففي كل عام منها الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة ولحوم الأضاحي. إذن العيد ما هو إلا للفرح، وما هو إلا للسرور،